حياكم الله مشاهدينا من إمارة الجيرة من مطلع الشمس. مشاهدينا حاليا نحن في منتدى الجيرة الثقافي في دورته الثانية والذي تنظمه هيئة الجيرة للثقافة والإعلام بالتزامن مع الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة الأولى لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع تحت عنوان توظيف الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب العربي. نعم صحيح يا سهام، ونحن حاليا تحديدا في فندق الكونكورد ونشهد جلسات منتدى الجيرة الثقافي، وطبعا كانت هناك جلسات صباحا، وأيضا تطرقت هذه الجلسات إلى الأسطورة وأيضا الموروث الشعر وغيرها. وحاليا طبعا انتهينا من الجلسة الأخيرة التي طبعا انتهت قبل قليل وتناولت محور الأسطورة والموروث الشعبي في المسرح العربي. طبعا راح نتحدث إن شاء الله عن هذه الجلسة وعن الموروث الشعبي في المسرح العربي. أكيد طبعا، وهذه الجائزة مشاهدينا جاءت بمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الجيرة للثقافة والإعلام بالفجر لدعم المبدعين وخاصة الشباب. ما شاء الله عليهم، دولة الإمارات ككل تبارك الرحمن تدعم فعلا شبابنا المبدعين. نعم طبعا، هذه الجائزة شاركوا فيها طبعا في وانطلقت في 2018 مبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في إمارة الفجيرة، وتقوم طبعا الهيئة بإدارة بإشراف من قبل لجان مشكلة لهذه الجائزة، كل شخص طبعا أو كل بحسب تخصصه. وتهدف الجائزة كما ذكرت زميلتي سهام إلى طبعا دعم المواهب الأدبية والنقدية في الإمارات والوطن العربي بشكل عام. طبعا الحديث عن الجلسة وعن الجائزة بشكل عام، معنا الدكتور صالح حويدي ناقد و أكاديمي، حياك الله معنا دكتور. حياك الله أستاذ، أهلا ومرحبا. الله يعطيك العافية، سعيدين جدا بوجودك معنا. كذلك يا أستاذ، الله يحفظك. البداية دكتور، بنعرف المشاهدين عن معنى الأسطورة أو ما هو مفهوم الأسطورة؟ نعم، الأسطورة كما هو معلوم هي نوع من أنواع يعني الأدب. نعم، تقوم على يعني بكونها جنس ما. نعم، يمثل الفطرة الأولى للإنسان، كيف كان يتصور الكون، كيف كان يتصور العلاقات الإنسان بالكون، وهي تقوم على الشعر الذي يحكي يعني صراع الآلهة ومغامراتهم، وفي محاولة للكشف عن معنى الكون، بمعنى أن الإنسان الأول في طفولته الأولى كان يحاول الإجابة عن أسئلة، هذا قبل ظهور الأديان. فالإنسان محتاج إلى شيء يؤمن به، صحيح، نتيجة إحساسه بأنه ضعيف، بأنه خائف. قبل نشوء الأديان كان يرى الشمس مرة فيتصورها شيئا عظيما، ربما تكون هي الإله. نعم، مرة يتصور القمر إله. صحيح، وهكذا. فمجموع تصورات الإنسان عن الكون أنتجت محدودة. ما سمي فيما بعد بالأسطورة. نعم، هي أشبه بالأديان. جميل، قبل أن تظهر الأديان السماوية. نعم طبعا. نعم، منتدى الجيرة الثقافي في دورته الثانية ركز على الأسطورة ودورها وتأثيرها في عدة مجالات أدبية كالشعر، وطبعا قبل القليل في المسرح العربي بشكل عام. ما هو تأثير الأسطورة دكتور برأيك في مخزون أو موروث المجتمعات بشكل عام؟ نعم، هو الحقيقة يعني هذه اليوم مثل الفعالية الأولى من فعاليات منتدى الفجيرة اللي هي على خلفية الجائزة. نعم نعم، وكانت موفقة جدا في اختيارها لهذا الموضوع. العبرة ليست في أهمية الأسطورة في حياتنا اليوم. اليوم نحن لا ننظر إلى الأسطورة كما ينظر بها الإنسان البدئي في بدء الوجود، لكن نحن نوظفها لأغراض جمالية وفنية في الفنون وفي الآداب. اليوم شهدنا جلسات الحقيقة تحدثت عن توظيف الأسطورة والموروث الشعبي، يعني بكل أنواعه الحكائية في هذه الفنون كالشعر والرواية والمسرح وأدب الأطفال. ولا شك أن توظيف الأسطورة والموروث الشعبي
في هذه الفنون والأنواع الأدبية يأتي لضرورات جمالية لأغراض المتعة، وأيضا فيه دلالات للتعبير عن بعض الهموم، بعض العلاقات الاجتماعية، ترجمها يعني ترجمة لدخيلة الإنسان، ترجمة للواقع الاجتماعي. نعم. وهي بالتالي تشكل إضافة وإغناء لهذه الفنون. نعم. من هذا المنطلق ناقش اليوم الباحثون أولا تعريفات كل من الموروث الشعبي والأسطورة وتقسيمات ومجالات الموروث الشعبي. هناك حكايات خرافية، هناك حكايات هزلية، هناك حكايات عجيبة، يعني هناك أيضا حكايات شعبية واقعية، هناك حكايات الحيوان، يعني متعددة. دكتور، العلاقة ما بين الأسطورة والموروث الشعبي إذا تكلم. الأسطورة تعتبر أول بنية يعني فكرية اكتشفها الإنسان. نعم. وعبر عنها، يعني المرحلة الطفولية، فيما بعد خرجت من الأسطورة بعد مرحلة تحول تاريخي ما يسمى بالخرافات. نعم. اللي تسمى في دولة الإمارات الخراريف أو الخروفة. نعم. مفرد. نعم. ثم بعد ذلك تطورت إلى الحكايات الشعبية الواقعية. نعم. يعني إنه حكايات تحكي عن الواقع، مرة بطريقة ساخرة ضاحكة، ومرة بطريقة يعني درامية. نعم. نعم دكتور، هناك إرث كبير من الأساطير في عدة طبعا يعني مجتمعات، منها الإغريقية وغيرها. هناك يعني أساطير جريئة مقارنة بالأساطير العربية. مقارنة ما بين الأساطير العربية والأساطير الغربية، يعني ما هو مستوى أو قوة الأساطير التي أثرت بشكل كبير على المجتمع نفسه؟ هل الأساطير الغربية أم العربية على المجتمع نفسه؟ لا شك أنه المجتمعات غير العربية، نعم، مجتمعات يعني ظلت فيها الأسطورة مؤثرة وفاعلة بحكم أن الدين الإسلامي جاء برسالة مختلفة تماماً، جاء برسالة توحيد. صحيح. وأنهى الأساطير، وتحدث القرآن الكريم بوصفها أساطير الأولين. صحيح. نعم. فنحن لم نشهد إلا بذور وجزئيات الأساطير. نعم. اللي هي غلبت علينا الموروث الشعبي بمختلف أنواعه الحكائية. نحن يعني الآن لدينا خرافات، لدينا حكايات شعبية بمختلف أنواعها، لكن الأساطير لم تعد بسبب موقف الإسلام منها وبسبب اعتناق العرب للدين الإسلامي. يعني إذن مجتمعنا العربي نقول ما تعامل مع الأساطير؟ نحن الآن في كتب التاريخ نجد حكايات أسطورية، يعني أجزاء من الأساطير. هذه الأساطير ضاعت أو اندثرت بعد ظهور الإسلام وموقف الإسلام منها. ونحن اليوم كمعاصرين يعني نتحدث عنها كما قلنا بصفتها يعني أشبه بالأشياء الخرافية، يعني تقترب من شكل الخرافة، لكنها وسائل من وسائل يعني إضافة مسحة جمالية على الفنون. نعم. لأنها تفيد مختلف الشرائح. نعم. يعني إما لأغراض المتعة. نعم. أو لأغراض التعبير عن أشياء لا نريد أن نفصح عنها. مثلا في حالات المجتمعات التي تعاني من الكبت والقهر. صحيح. السياسي تستخدم الأسطورة بشكل رمزي، مضمر ورمزي. نعم. للتعبير عن الواقع، فكأنها تروي عن واقع آخر ليس الواقع الذي نعيشه، ولكن في الحقيقة هي تومئ للواقع الذي جميل. نعيشه. دكتور، دعنا نعرج على الجائزة ودورها في طبعا في دعم مواهب الشباب. نحن كمجتمعات عربية والشاب العربي، بماذا تفيد الجائزة؟ لا شك أن الجائزة لها كثير من الفوائد. نعم. وهي يعني أولا دعنا نقول أن هناك مجتمعات عربية كانت رائدة. نعم. في مسألة الجوائز، وهي دول يعني أخذت مساحة في السابق، لكن الآن منذ يعني ما يزيد على 20 عاما. نعم. أصبحت دول الخليج
وعلى رأسها دولة الإمارات هي الراعية الكبرى لهذه الجوائز التي فتحت المجال واسعاً أمام المبدعين، أمام الأدباء، أمام المفكرين. وهناك تراث أصبح يعني راسخ من الجوائز، يعني في دولة الإمارات فقط هناك جائزة دائرة الثقافة والإعلام، جائزة نعم. العويس، جائزة الشيخ زايد، جائزة راشد بن حميد، جائزة راشد بن حمد الشرقي الآن للإبداع نعم. وغيرها. هذه الجوائز الحقيقة تحقق الكثير. أولاً تحقق للمبدع والأديب والمفكر رعاية وتكريم ودعم. بالنسبة للشاب تأخذ بيده من موهبة لا ترى ولا نعرف عنها شيء، مخطوطة لديه وليست كتابا، يقدمها فيفوز هذا المخطوط فيحصل على تكريم مناسب، كتابه يطبع، يحصل على تكريم مادي ومعنوي. صحيح. وبالتأكيد هذا أكبر حافز للمبدع الشاب. أكيد. الذي يمكن أن يدفعه هذا الحافز إلى المزيد والمتابعة، في حين نحن لو لا نفتح الأبواب له ربما صحيح. كثير من هذه المواهب قد تموت. أكيد. نعم. أكيد. وهذا هو جزء بسيط من ما تحقق. أكيد. أكيد دكتور صالح هويدي ناقد وأكاديمي، شكرا على تواجدك اليوم معنا ونقاشك وتصريحك نعم المثمر في هذه المحاور اللي ناقشناها معك. شكرا لكم جزيلا. شكراً. وأنا سعيد أيضا. شكرا جزيلا لك دكتور صالح، وسعدنا جدا بلقائك، وأكيد إن شاء الله نلقاك في لقاءات قادمة. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام استمرين معكم، ولكن بعد هذا الفصل خلكم معنا.